الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما ينعم به على الإنسان. قال الله تعالى في قصة الرجلين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. وحين كسو جرني درسي يعني أما كتابكي أها كتابك اللي يرهدوه صحيح الكلمة الطيب درسي كاني أما عشر كاني وعشر كليحات وحكب لابنا يا صفحة تضباطني تضباط عنوان كني هي فيما ينعم به على الإنسان. فيما ينعم به وحلقون نمعيه على الإنسان قفك دشيسة وحي الله سبحانه وتعالى أو النمعاء السيئة قفك. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحي في قصة الرجلين لبدن قصة كتب والله سبحانه وتعالى نوغوه رمي في سورة كهف لبدن أو ننك ميدا بيرا ليهي أو برواق بضن أو نمعاء بضن ننأوها ننمؤمنة أو فقيرة. قصة مرة كتبي أيو الله سبحانه وتعالى كقبر من سورة اللوية قال سورة الكهف شيخنا فكس وقاتي قدر كبده. ولولا إذ دخلت هداد قلي له جنتك جنداد وقلت أوران له ما شاء الله ألا وحدونه بأهانية لا قوة أود مجرته إلا بالله الله سبحانه وتعالى بأسكاله سهد أوران له. حديثك بقول إيه صديح تمناد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نبي عليه الصلاة والسلام وحوها إذا رأى مركو أركو ما يسره وحفرح قلي نبي عليه الصلاة والسلام مركو أركو قال نبي وحو رنجري: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نبي عليه الصلاة والسلام مركو أركو وحو كفرحه وحو رنجري: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى مركو أركه ما يسوءه وح نبي عليه الصلاة والسلام حمينية وحو لبصانية نبي مركو أركه كنهيو قال نبي وحو رنجري: الحمد لله على كل حال. نبي مركو وحفر وكفر حو أركه وحو رنجري: الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات. مركو نبي وحو لبصده أما وكحو ماذا أركانه نبي وحو رنجري: الحمد لله على كل حال. مركادي برواق الله كسيه وحضرنا يسأل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذي دي بيكون عضنا وحضرنا يسأل: الحمد لله على كل حال. فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير. فيما يصاب به المؤمن قفك مؤمنك وح كل عصيبة ومن صغير وحير أهي وكبير وحوينه لبها سوقار يقفك مؤمنك أما هيرات أما هوينته. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحيري: الذين إذا أصابتهم الذين كوي إذا أصابتهم يكون عضه إذا وقت أصابتهم يأصيبته كل عضه مصيبة لبأي كل عضه قالوا أرني إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون كو مركي لبي كل عضه إنت أرني إنا لله وإنا إليه راجعون إنا أنغ لله الله سبحانه وتعالى بأسكك عليه وإنا أنغنا إليه إلى الله الله حق سبان راجعون كو الله بنينا إنت هذا تراده الله سبحانه وتعالى وحبير أولئك كو سائرنا يا مركي لبي كل عضه عليهم دشوا وحاتي صلوات من ربهم صلوات حريصه من ربهم الله حق سكاهاتي يو رحمة حريص أمان ين حريص أيا كركو دهاتي وأولئك هم المهتدون كواسنا وحويا وكوهن نويا الله سبحانه وتعالى بهنوية ما دام
أرنك الله جه علي ومرك دي كود عضي الله نقرأ يان قوة إيجاهي وقوة وحويه النويان. وقالت أم سلمة أم سلمة وحيت رضي الله تعالى عنها الله كره النقضيه نبي عليه الصلاة والسلام هوين كسبه كم ذا هيدا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي عليه الصلاة والسلام أوله بان مقلي ما من عبد قف مجرى تصيبه أي كرد عيسو مصيبة لب أي كرد عيسو وفيقول مركا أرانيا إنا لله وإنا راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قف إنت هدو جراد مركا مصيبة كرد عضو إلا أجره الله إلهي باك أجر سينايا في مصيبته لباتد كرد عضي وأخلف له الله حوق ذا المرنية خيرا وناق منها كفي عن أرنك عيسكا. حديث كاني وحديث كبو غلاء فرتناد ويان أم السلام وحي الله هاي نبي عليه الصلاة والسلام وحن كم غلاء سواله قفك هدي دبات كرد عدو أجراده إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. انت هدو قفك يرادو إلهين أجر بكسينا يا مصيبتي كرد عضي وحكو وناك سنوه لغو بدلايا مركا مركا كرد عضبا لقادوني أرنك سنة التماطو. ما من عبد أدون مجرى تصيبه أي أصيب أي سوء أي كرد عيسو مصيبة لب أي كرد عيسو وفيقول مركا أرنايا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. معنى ذلك الوحوة إنا لله الله سبحانه وتعالى أنقنا له وإنا إليه راجعون أنقنا حقيسة أنقنينا اللهم إله يو اللهم أجرني إله يو إقا أجرسي في مصيبتي مصيبة ذا جبت يقول عضي إله يقا أجرسي وأخلف لي وحد إيقا ذا المريسة خيرا منها وحيدا كخير بضان قفك هدو ساسي إلا هدو قفك سائر هدو أجره الله الله كأجرسينا في مصيبته مصيبته كل عضي إله يبقى أجرسينا وأخلف له الله وحوق ذا المرنية وقوب الدلية خيرا منها أهرقا قبع وحكا خير بضان. قالت أم سلامة يدو حديث سوى دو حتري فلما توفي مركي الله أفسدي أبو سلامة ننكي دي وياني ننكي أبو سلامة أها مركو دنتي قلت مركا وحانا لي كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد النبي أمره بان كويري بان لي إلا يو مصيبة دي قد عدي إغا جرسيو وحكا خير بضان إغا دا مري مركا واتي النبي قرس دي مركا ننكي دي واتو دنتي مركا ننكي دي أبو سلامة أها إنتا النبي أخري يريب أخبي أخري دي. فأخلف الله لي الله وحي إغا دا المري خيرا منه إساق وحكا خير بضان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بقرسدي وذاك يدي مركو لنتيب انتي النبي قيري له بيد هذي نبي قيبا قرسدي إذ كخير بضان نبي قم جرتو بحي أوران جرتي مركو اللي يري أمنا مما يوقف كخير بضان أركي أوران جرتي أتكار تاس بأخرتتي نبي عليه الصلاة والسلام بقرسدي هذي عيد كخير بضان بيش. حديث كبقلي شاني تبنات وقالت وحي تري دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بأسوق لي على أبي سلمة وذلك يدي مركها قبيل أبي سلمة أهب النبي أسوق لي وقد شق بصره وقد شق وحد تاقمي يدو أي تاقمتي بصره أرقيسي قفك ما كان نفتو قبحضو إنه كرب ثاعان نفتو هكسي بحيسي إنه بسانق دمرك فأغمضه إنه يسوس الله من النبي قفك ما كنت انتو إنه كرب آذي مكساس لسوس الله مرك. ثم قال نبي عليه الصلاة والسلام كوحو يري إن الروح روحه إذا قبض مرك الله أفسد روحه نفتق في الغسارة تبعه البصر أرق أي الراعية قفك مرك نفتق بحي سواء أرتين لبهي كسو بحضا قارك الدمي كسو بحضا إنت سريك بحضا مرك مرك الغسارة قفك ساسو سيئي مرك إني بصير راعي مرك مركين هل يسول الله بغفك. فضج الناس دضبا قيليي ومن أهل ذلك سكمده مكي ليري واد انتو إنيه ليسول الله بي أبو السلام واد انت مكي ليري دض ذلك سكمده با قيلة بلا بي. فقال نبي عليه الصلاة والسلام كوحيري لا تدعوا على أنفسكم ورنفتنا نفتنا هبارننا لا تدعوا هويرنا على أنفسكم نفتنا دشد إلا بخير خير ما يوحك لها هويرنا وطلاء يوحى سلاة هذا بلدي ذي
وان باناي يحلمي ذا فإن الملائكة ملائكة يؤمنون آمين بليهن على ما تقولون وحادك هالليسان ومثل قف باكاب انتي هذا طلاء وان بابا انا ترادو آم ملائكة وحل ذا آمين إن الله يسكال عشان مركوية ثم قال لك مركو حي مركا نبي عليه الصلاة والسلام مركو انت كد وشي قدتك قرابة ذا وقيلنا أيو حيري اللهم اغفر لأبي سلمة إلهي وأبي سلمة النحريسو اللهم إلهي اغفر وحا افتا دنبك لأبي سلمة أبي سلمة إله ودنب داف وارفع إلهي وحا كريشا جرت درجته درجته في المهديين كو حنوسا ومهديين تليل هذا إلهي سبحانه وتعالى وحنوين يقول ندتك إحنوين كواس إيجا أح لحظة إله درجته كروب وقات واخلفه إله وحا أقضى المرتا في عقبه في الغابرين إن الدمات كيس قوة هراية دتك كهراية إلهي أقضى المر وعرورتي سي غير كيسي إلهي أقضى خالي أدو واغفر لنا إله أنك نودا مداف يوله إساق يا رب العالمين عالمين ربي قدو وافسح له إله وحا أف أواسع إساء في قبره قبره إساء ونور له إله وحا أنور إساء فيه قبره الحديثة انت اسبل دوني قفك مركات سو حاضرته قف انفتو كبخد مركات اتسمادو انت هذا النبي سميي بان ربي لغا سمينا سميسو ان دحي سو لاويسو يا دعاد او دعينيسي ددك قيلناين ان اد وعيدو او شيرتو او كا هادشو في الدين انت لو كبلا به شيخ رحمه الله تعالى دينته وحي لسحر سحر حديث كبقول الاحتمالات عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على ابن ابي طالب لغوري حديث كان أن مكاتباً من مكاتبة مكاتباً واسم مفعول ويان مثل كتابي مكاتب واحد يا دقفك أضومك أو لليه بوحل وليه هاي وانك حرين ايا حرباً كابيك ايا حرباً نقنيسا لكن تسالهان العق انتاس قدك النوع عاسوك لايكين طبان كنو دور بايكينيسا طبان كان دور بلو بانتا بيحي مركا نميسو حرباتا مركا قفك مكاتب ريادا مرك أن مكاتبا من مكاتبه العقل وحري ربين الصهره بجاءه أيمي علي بن أبي طالب فقال منك بوحيري مكاتب كهي ضوم كبوحيري إني عجزت أن أوان كعاجس أوان كروي عن كتابتي دي العقل اللي يدري سل يحريه وان كسو بيح كروي وسهل كروي فاعني قعني كربسي علي بن أبي طالب كويري قعان إيا قرب إسي والله كتابي أدال عقتها كنت حربة تايبا لغيري أرن كيما قمان كرواي إيه كالمي قال علي بن أبي طالب كويري ألا أعلمك ميانا كبرين كلمات إريم ميانا كبرين علمنيهن نبيك عليه الصلاة والسلام إبراي إريم نبيك عليه الصلاة والسلام إبراي ميانا كبرين وحا إبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله سبحانه وتعالى كلمة دو إبرا ميانا كبرين ولو كان عليك هذي دوشاد إيتا مثل جبل سير بورتا إيادا أهي هذي أي دوشاد إيتا دينا دين أهي أداه الله عنك ألا كاقود أيه ما كبرا إريا النبي عليه الصلاة والسلام إبراي وهذي دوشاد بورتاس مقيد أو ديني كسارن تهي إلهي كابحنا أيه قل واحد رادا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك انت سلاخرنا قف قدين تكوع صلاته انت سلاخرنا اللهم الهي اكفني اكافي اللهم اكفني الهي اكافي الهي واحد اكافي سا بحلالك حلاشا دا عن حرامك اكافي حلاشا اسيسي الهي حرامت اكافي وأغنني وح إلهي يغنيك تا بفضلك فضلك يغني يغنيك عمن سواك عد أذيك سوارتي انت عدك أبهان لها إلهو أذيك إنا كوكا فطوم وكوما رم فضلك أغباربا انت هذا أخر ستو قفك دينت اللي قوليه وكب حساب إن الله تعالى في الرقى الرقية دي ويا تفيد قفك مركو حنوسي هاي وحلو طفو وأذكارت اللي قوي أخرنا هاي أي شيخ انتقاك ينايا حديث كان نغوصه رأيو حديث كان بغل يتضوي تقنات وحكاها الليا نين أبيس أي قنينتا وبهل قنيني وكعي كرواي
ورق صحابة وصفرها ميل مرأي فاتحد يكو أخريين لكن وعاف ماضي. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أبو سعيد الخدري بوحو يري انطلق وحب حي نفر كوح ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كوح وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كم دواب حي في صفرة بأبحين سافروها أي صفرين سعودال أي سعوطمين أما صفر أي قلين بأو صفرين حتى نزلوا إلى كدغين على حي رير بكدل دغين ومن أحياء عرب ريرها عربتا كمدة قبيل ميل دغنو قبائش عربتا كمدة بكدغين سو سعونا يسفر بهايين رير بكسو دغين عربتا كمدة فاستضافوهم مرتسوريو ويديستين وحي ويديستين مرتسوريو إني مرتسوران أي ويديستين صحابة دو يعد سفر كاميل بيمادين رير بيمادين وحي ويديستين مرتسوران فأبو ويديدين أن يضيفوهم إني مرتسوران فقال صحابة ده هو اللي ديدي لأن أقبل ما يبالي مرتسوران يمهن إينا قدبة قدبة يالي قدبة قوري حالة ساقو سوغان تهي أيها نين كم بيدر يركي ملاها ديغان أنا بدون كودي أبي ساقنين تمرك فلودي قوحا لقانيني سيد ذلك الحي ريرك هلكا ديغانا حي وقبيلة ويان قبيلة هلكا ديغانا وضو كودي نبضون كودي سيد كودي أيا لقانيني أبيس أيا قانينتي فسعوا له وحي وقرد غاقين وقبتين بكل شيء شيء كستا ولا سعودين وحكستا ولا مريو وحكستا ولا قصميو داهو كستا وسكوديين لا ينفعه شيء أنفع مجرته وح أنفع مجره وح كستو للسعودين لا ينفعه شيء أنفع مجره وح وحتري مجرا قوري كقوستين مركب وحي رادين فقال بعضهم ريركي ماشي دقنا قيب كمذا وحي رادين لو أتيتم هذا أتقل هيدين هؤلاء الرحطي كوح هؤلاء الرحطة كوحضة كواس كوحضة الذين نزلوا هالكادقي وصحابة دويا نماك صحابة مكي لمرتقى دويا مير عدل أبدقين marka reerkii meesha deganaaba wax yiraahdeen war odag yahdeen ka qoosanay war nimankaas u tagay nimankaas laga yaabay in daawo hayaan la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay'un waxa laga yaaba inay rag iyo kamidi waxuna hayaan odagan ugu dawayo fa atawhum wa uyimadan fa qalu markaas waxay ku yiraahdeen saxaabadii u yimaadeen waxay ku yiraahdeen ya ayyuhar rahatu war kooxday rahadu waxa liyaada wixii 9 ka yar 3 ila 9 waxa soo dhawr weeyaan dhawr qof weeyaan تديه دورك أهي إن سيدنا أذاق النقي نبضون كيجي لدغة ولا قانيني وسعينا الله وحام رصعنا بكل شيء كستا وحكستا وقبنا لا ينفعه ما ينفعين وحكستا واسكود ديني مركي أي بهاشو قانينتا أما بيسدو قانينتي إنا كود دوينه وحقوين هوا حو تلواي فهل عند أحد فهل عند أحد منكم من شيء قف إذنك إني كم إذا أكتس وحميا لي فهل عند أحد منكم قف إذنك إني كم إذا أكتس ميا هاي من شيء وحل قد دوي أضغان فقال بعضهم كوذي مت كم إذا باوحو يري والله با كل أرتي إني أنا أقول لأرقي أنا هو أنتفا أو كتفا يا قفك حانو صدوك لأيو وحبان كتفا ولكن سه والله ما قلت أرتي لقد استضفناكم وإن مرتسور ويدي سنيو فلم تضيفونا نما إذا مرتقى هذين أنا أقول كنت فكرة عفمات كيسة وحوكيه لي أدينا بانا قانو وكنت فيا لكن مي يلي صوبتو أنتا إذن نمي أنا وباهم بان مرتقى هذين ويدي سني نما إذا مرتقى هذين فما أنا أقول ما أهي براق لكم إنك إذا كنت فيا حتى تجعلوا لنا إلى أن نويشان جعلا مش قايد أنا أقول إن كان وحبك توفي مايو وحبك آخر مايو إلى أن مش قايد نص ميسان ما دام مركورة أنا متقاد ويدين هذا وحرمنا ما دام النوتي ما دين أرمينا وحبك توفي إن كان حنوسن مص ماين إلى أن عقل السامو يعني فصالحوهم وحي كله شيئين على قطيع قبل أو من الغنم أريئة جو أريئة هو حين أريئة بأيدين سينا نبي رادي انتها صول نيف أريا بأيدين سينا هدي أضاق انتها كتفتان وعاف ماذا هل كاوحا لقا قادة انتها قد بين قفك حانو السنة لقد تفايه
أذكرت يلوط فايو إن أي بنات هاي إن أتكقاط ولا كقاط. فانطلق وو بحي يطفل عليه إنه كتفه سو كتفه وو بحي يعني وو سو بحي وو سو أذنك جرنا ويني وو كتفه ما أذكرت بكو آخري وحكو آخري نواكن ويقرأ وحكو آخري الحمد لله رب العالمين فتح بكو آخري يا أبي سقنيت فتح بكو آخري. فكأنما وحد مودانك أبي صدو مركه رقرينتي نشط إن لغفري من عقال دبر إن لغفر مودا راتي دبر كحرنا وقعد كيسنا ما كدبر لغفر وعنا توصلها غاية نينك أبي صدو قرينتي تعبانك تعبانك هاي الميل باللومري مركي فاتح دلو أخري. فكأنما نشط من عقال وحمودا دبر راتي لغقوي وكلامودا. فانطلق ووبحي يمشي الصغو الصعونية وما به قلبة دشي سنمائي نحان وجع يعني غلبة وجع ويا وحنون دشي سنمائي نحان ونك ووقعي يسوه وحنون أي نحان. قال مكاسوح يري راوي حديثك فأوفوهم وحي سيين جعلهم مشقايا دودي الذي مشقايا داسو صالحوهم عليه كله شيئا حوله مركورة كله الشيان مشهر كله الشيان أيسيان وأكن أرجي النبي نقاط مرك. فقال بعضهم رجي مرك صاحب الله مرك أرجي سوقتين ميت كم داو حير أقسم وقيبية حولها نو قيبية. فقال الذي رقى كي تفي وأذكرتك أخري أي وحير لا تفعل حولها لنسيها قيمننا لا تفعل سهي لنا حتى نأتي إلى أنمانه أو لتقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله سبحانه وتعالى مركب وحويان ولم أقع إن وحان إسميا إن حلالتا إن حرانتا النبي قال له تقنية ويصور نقاجيا مركب وحويان لم يقل أتقنه حوليا لقيب وفنذكر الله أن أشيقنه الذي كان أرهب سدوها وفننظر مركب أن يقنه ما يأمرنا بلوح أمريه نبي قال أتقنو أردت وشك كأنه مركانو فيرن بلوحن أمره. فقدموا وأصوا قالن على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بأصوا قالن أي مادين نبي عليه الصلاة والسلام أي أصوا قالن أي مادين. فذكروا له نبي عليه الصلاة والسلام أرجو وشك كأن إن أتقني غير بق أتقني غير كن مرتقاد وعين نبى أبيس قنينتي ننكي مكي وحول بقصة ما ينقبن كرواي ونوكينا النجا القرآن كتفنا حول نسيا محاصة من أمرك. فقال نبيك عليه الصلاة والسلام يحيري وما يدريك محاك أغيسي أنها فاتحه رقية إن يتها رقيتها وحل ود ويقفك حمصا إن يفاتحه تياكو شاك. ثم قال نبيك يحيري قد أصبتم وأصيبتم سفي عما ديشان أقسموا محولها قيبية واضربوا لي أنا جانا واحد إيه يشان معكم معينا سهما قيب إسيويا أنا جانا الشير يسي أنا جانا واحد قيب سنة إنسان حوله قيب صدى أرجل ينسي قيب صدى أنا جانا الشير يسي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوصل مركا نبي قوصل مركا فاتحاد إلى أذكارته قف كجرين هو أخريه قف كجرين وحلو هو أخرين لقاطه مش قايد لقاطه حول لقاطه كل حديث كانوا بنايا. كان رسول الله صلى الله حديث كبقولي سديت منات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحها يعوذ الحسن والحسين يعوذ مد مجنجلية والله ما قال أويدية الحسن والحسين حسن وحسين لبدي ويل والنبي قبل يصير الشوياني ابن علي ابن أبي طالب ابن علي ابن أبي طالب ويا لبدي ويل علي ولا ويا رضي الله عنهما نبي مركو وحو أهانجلي متكم مغنقلي وحو رنجلي يعني مغنقلي ألو ودينجلي أعيذكما بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. انت نبي أخر انجلي أعيذكما وحا إذن مغنقلنا بكلمات الله إلهي كلمات كيس التامة أما يسترمى وحا إذن مغنقلنا من كل شيطان الشيطان دمانتيس وهامة يمد كستو صن له لما أنت وحسميزه وقفك الصن كدشه لما أنت بقى الله سبحانه وتعالى كلمات كيسة
إذا كما قلنا يو من كل عين لامة الكستو واحد بيسا وفك إيش اللي وفير يوكلا عين توح الله يقانو رمانتيد أي إلهي كما قلنا ويقول نبي حرنجر إن أباكم أبيهن لبذن حسن يحسن أبيهن كان وحوها يعوذ بها انت هذا إنه كو أخريب وكو أخرنجر كما قلنجري إسماعيل وإسحاق نبي إسماعيل وإسحاق مرك أبوه هو يا نبي الله إبراهيم ويا لا أبوه هاي أبوها نبي الله إبراهيم أيا إسماعيل يا إسحاق لما بديش يقول وياني أنت هذا أنك أخري حسن يا حسين أو أنت هاسو النبي الله إبراهيم كو أخرين جري لا بده ويل أها إسماعيل يا إسحاق مرك وربينه إيش يو حياة معاصو كلا كم جنيه مرك عرفت إنه أخري ويا حديث كبقول يسقال تمنات عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كان وحها إذا اشتكى نبي مرقو أشيكته الإنسان وقف أشيكته شيئا منه وحكد عيوك الأسيب أما جريوه لمده مكو نبي قوي ما هذا أشيكته قفكو أو كان به وما قفك أز إعهاته قرحة دلع أما نبر كويا له أو أما سجرح داوع كويا له قفك مرقو قوي ما هذا ونبي عليه الصلاة والسلام أشيكته أما حنوب بها يا مدب بها يا سامة جرى يا سوح نوع سكرا وياني قال النبي صلى الله عليه وسلم بأسبعه هكذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإسبعه هكذا فرتي ساس بالنبي وحكف فرتي ساس بالنبي عليه الصلاة والسلام وحكف سمين جلسان وكلا مركب وحن نور شيغية سوفيا بن عيينة ورقس متقنا أن هو هذا حديث كبكشة كين وحكف ليه ووضع وحكف ديغي سوفيان بن عيينة وحكف ديغي سبابته فرتاس وهي سواد فرتاس وحول دغاي بالارض دول كو دغاي فرتاس دولكا ايو دغا مرك ثم رفع قرب سوق قاد مرك وقال مرك سوخي زين نبي اورنجري نبي غاسا اورنجري فرب دول كنتو صارو سا سوق قاد جري كبعني و خرج بسم الله الهي مجلس تربه ارضنا دولكا نغا عيديدا بريقه بعضنا انغا قيب كميده تفيدود اي تفايان يشفى سقيم سقيمنا فواحا كده وابي اما لقود دوين يا قفك يا جران بإذن ربنا ربك يا إذن كيس انت قفك هدي ملك حوني سوكال فرطة هذا صحابة اللي يغان فرطة هذا صحابة اللي يرادا رلقا ساريسا ميشي كحوني سوا ساريسا كبعد أذكارتا مخرزة بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا حديث كبقول لباتنات وعنها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كان وعها يعوذ مد مجن الله أم مجن ويدية بعض أهله رير كيس أف كمدة أما حاسس كيس مد كمدة والنبي عليه الصلاة والسلام إله مجن قلي ودينجري محوس مجن مرك يمسح بيده اليمنى قعنت ملكته وكم مسح جلوقفك عند ملكته أيوصى ومسح يقفك حمصا ويقول النبي وحرنجري اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يقادر سقما اللهم إلهي ورب الناس تتك ربي قودي اذهب البأس صحركين يا تتك متقانا إن لبت وحى إلهي وككحي اللهم إلهي رب الناس تدك ربي قودي اذهب البأس لباتدك حي واشفي إلهي واحد عافسا أنت أدوك واحد تهي الشافي متك واحد وين يباتهي إلهي عافمات يقف كان لا شفاء عافمات مجر أما الشفاء مجرته إلا شفاؤك دوذا دي عافمات أغموية شفاء عافمات لا يقادر أن كتغين سقما وحجره انت مرك قفك إلا مريه قفك جرم بانتا أكستاكتو ساوم مرنسا قعانتي مارت مرنسا كو أخريسا لكن قفك سوينو يهي قف أنتا بشدي سوئي أين حرانكا أهين هذا يتا قف حرانكا أه قعانتا ذو ملوين كتيد وعن عثمان بن أبي عاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم على الذي يألم من جسدك وقل حديثك بقول يكوب الواتنات عن عثمان بن أبي عاص صحابي
أنه شكى وحو أشيكته ودعوذي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك عليه الصلاة والسلام وعوضي وجعا حنون أو يجده كهلي في جسد جركيسة منذ أسلم إلى مركو إسلامي جرى إهي سيو جركي حنون بايقهي أي نبي كويري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك عليه الصلاة والسلام وحيري ضع يدك قعنت هذا وحا صارتها على الذي يألم ميشك حنون يسوه من جسدك جركا ميشك حنون يسوه مثلا قرب كذا مور مثلا قرب كان حمايا وحي النبي قعنت هذا سربي وقل واحد ترى هذا بسم الله ثلاثا صدق قول بسم الله بسم الله بسم الله ولا وقول سبع مرات تضبق روحة رادا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر إنسى خلنا تضبق ربع خلنا سمرك صدق قول بسم الله بسم الله بسم الله قعدت ماشي وخايسة تضبق قول نمح آخر نيسا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ واحد ما أنقليا بعزة الله إلهي عزتي سي شرفتي سترينتي وقدرتي أودي بواحد كم أنقليا من شر ما أجد شرك أنا وأنا هليه وحاضر أن كدكتونه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث كبقري الله بلا تناد ويعني النبي عليه الصلاة والسلام وحيري من عاد مريضا لم يحضر أجله من عاد قفك بوضع مريضا قف جرهن أو لم يحضر أي سو هليلين أو سو قارن أجله أجشيسي أجشيسي أي سو حاضرين يعني قارديسي أي قرن مانت قف قوي ماذا قف جرهن أو أي غير قرنين وفقال مركايرا يعني واحد هذا حلقا وقت أسيهار نورشيسي أسيهارتي من عاد مريضا قفك يقف جرهن بوغضه قفك أسو لم يحضر أجله أي أجشيسي ولا إيمان وفقال يراد عنده أكتيسة كيراد سبع مرات صدق تضبقور أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تضبقور قفك هذا ساكترادو قفك سو جريدي سيولئي الويمان لك واجريه إلا عافاه الله والله عافنا مالك معنى ذو حويان أسأل الله الله ويدينا يا العظيم الله ويما وحا ويدي سنة يا رب العرش العظيم عرشك وين ربك إسكالبا وحا ويدي سنة يا أن يشفيك قفيه إنو الله كدويه قفك هدو سرع سيراد إلا عافاه الله الله قفك عاف مات سنة يا مالك قف جرانو لكن جريد يعني جريد يسي أين مانت أهين هذا أوتكته أول وقت ودي ما يهاي وأنا جريه هذا تطبق وكو أخذ أذكارته هذا أنا خيي إله وعافنا سبحانه وتعالى في دخول المقابر أنت لو حكب لابيا في دخول المقابر قبورها جليتان كذا مرك قبورها الجلايو سد اللو جلايو محل أرنايا حديث كبقول إلى باتنا صدحات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحها يعلمهم مدبره إذا خرجوا صحابة النبي وحب برجلي إذا خرجوا مركي بحان إلى المقابر قبورها مركي أبحان بالنبي وحب برجلي أن يقول قائلهم كذا وحرية إنه يراده السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية انت هذا النبي وآخر جري هذا قبور صوب وغطه انت هذا آخر نساء إنه علدنا هاي استوحوية قبورها مركي أنتم إيا قاموا وحوي دي سنابا نبي قلت سوق دعيني نبي قلت صحابة وحب برا مركي قبورها تقانوا صوب وقنايان وحور الله هاي انت صور نسا مركي السلام عليكم دوشينا نبي قريها آتو أهل الديار دارتا نتلك جلو قبوري ويا ومن المؤمنين والمسلمين مؤمنين ومسلمين قال أكتيس لو قم أركره قال أكتيسة لقوم أركرو نبي عليه الصلاة والسلام هو يديس لما تي سلام لما ذكر وقال لما كل لما تي بقبر جيد بوقضي نبي قبر هو يسمرك بوقضي واللودي ذي نبي وحيد والله يجر يا بي إن أود عيوه إن أود عيوه والله ما تقنوا والله يجر يا بي وإن أنا ون إن شاء الله هديني الله دوره هدي الله دوره بكم إذنك أيان لاحقون إني سهل لنا أنا أقول ما يكده يماني نويا تذكر أكل جرى قبورها والسلام عليكم أنا أقول إن شاء الله وإني سو قاردون وإني إيمان دوننا نسأل الله لنا أنا أقول ويد السنة الله سبحانه وتعالى يولكم إنك إني ويديننا العافية عافية أي ذي ويديننا ما دام قبور كجرتها إله عقابك يا عذابك إني كبت باديو أي الله ذي ويديننا في الاستسقاء
روب دونتي انت روحو كبلابي الشيخ روب دونتي كبلابي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله وحو يري أتت النبي وحا أدبي عليه الصلاة والسلام أتمي بواكن وهي جمع باكية مد أوي سويا إنك استوى يعني يا حديثك لفدي جيسا أين أرغان كجرن بواكن تاني كمجرتو لفدي حديثك صاروني وتفسير بالغيه وصاري إنو يهي شيخ نصاري مد بأتي من النبي عليه الصلاة والسلام أوي سوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بوحو يري مركا يعني أبار أو قد بلؤيس اللهم اسقنا إله النورابي اللهم إله يو اسقنا إله النورابي قيثا روب أو مقيثا واحتره مقيثا يعني وحلق وضع مد واحتر له ونروبية مريئا وحوي هنيئا ويا بقادن له مريئا يعني بقادن له مريئا من المراعة ويه برواقصه صاره لرتي وحسو صاره ويا نافعا أو احترايا غير ضار مذو حلبايا غير كيسا عاجلا أو دقدقا يهو غير عاجل أنضاحين. نبي عليه الصلاة والسلام بوحا الله شاكتي روب اللعان أبار نجرته نبي مرك إنتان كدعي وحو يري اللهم إلى اللهم اسقنا إله النورابي قيثا روب نورابي مقيثا يعني وروب وناكسا أو احتر لويا مريئا بقادن له مريعا وحصوصار له نافعا وحنفعه غير ضار مذوح لبايا غير كيئة ومحبت لبايا عاجلا تقدقايه تقدر نقول ماذا غير آجل أنضاهن. فأطبقت واحد ضبولمي عليهم دشوا السماء والصمدي إركي أبو حسين حديثنا قد ما يبعدين دون سيد يعني روبك مركو النبي قبريي يسوء أميك الدكدك وقيم روبك. حديثك بقول لباتين الشنات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شك الناس ضدك بوحي أشيكتين وعودين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحي وعودين وحي هيد قوحي طل مطر روب الأنت روب كي أول لقريي. فأمر نبي وح أمري بمنبر منبر كي النبي أمري إن لو كانوا فوضع الله واللورد جي منبر كي في المصلى مال المصلى أبا اللورد جي مساج كما ووعد الناس يوما ضد كي النبي ما لب النبي ما له بلا يبو يمي ما أنت هسه يخرجون فيه صوب حياة مال المصلى وعيد اللي قلت كجرا مقالة بنان كذا أي منبر كي لقي النبي وحيد ما له بلا يهلا صوب. فخرج وبحي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بوصوبحي حين وقته بدأ أي موقتي حاجب الشمس قرحة يعني إيش هذا موقتي قرحة مركب بالك صوصتي قرحة بالك إذا مركب موقتي صباح ويان أي نبي صباح. فقعد النبي وحو كفرست على المنبري على المنبري منبر كل لورد يجيب النبي كفرست فكبر وتكبر صدق الله أكبر وحمد الله عز وجل الله سبحانه وتعالى وأمانه مركب فكبر وحمد الله وحلق وضع استطحوه إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ثم قال النبي مركب وحيري إنكم ضدوا شكوتم وحد كعبتين وادعبتين وحد كعبتين جدب دياركم ديقان كيني أبارو بي ديقان كيني أبارتيسة أيات كعبتين واستخار المطري يروب كداهد وكداهي عن إبان زمانه عنكم وقتي سيقى إذنك إني إيمان جري داهد وكداهينا روبك وكعبتين. وقد أمركم الله سبحانه إلهي سبحانه وتعالى ووحو إذ أمري أن تدعوه إلى بريدان ووعدكم الله وحو يعني إذن بلنقاضي أن يستجيب لكم إنو ذيك أجيبه دادو واحد كعبا نيسان وكقيل نيسان أروب الآن ويا أبار ويا إيوه روبك وكداهي حلق البرتين إلهي وحو إذن أمري إن البريدان وحو كالو الله إذن بلنقاضي مركا بريدان أن يستجيب لكم إنو إنك أجيبه. ثم قال نبي مركوحي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء
أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. أنت اسمك مكون ربي أخري. الحمد لله رب العالمين. ما هذا الله الله إسكاله رب العالمين تاويان الرحمن الرحيم الوصف اللي يويان حريص الله حريص ويان مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين وحويان إلهي سبحانه وتعالى بقر كها مسكلها ما أنت قيامه ما أنت حساب الحسابنا. لا إله إلا حق عبد مجر إلا هو إسقمه يفعل الله وصمي ما يريد وحضوره. اللهم إلهي أنت أدو حتهي الله باتهي. لا إله إلا حق عبد مجر إلا أنت أدق موي أنت أدق الغني الغني أنت أدق الغني الله مهرم باتهي. ونحن أنورة الفقراء كوكو باهم باونا. أنزل علينا وحن وسد جساء الغيث الروك ووجعل وحد كدكتا أما كياشا ما أنزلت لنا وحن وسد جساء قوة أنك أول نغيال يو بلاغ قارسين إلى حين الوقت ونقارسيو. أنت مركو يري ثم رفع يديه نبي الله بديس كعون بكر قاضي. لم يزل نبي كمسؤول في الرفع ونقعما كر قاضيه حتى بدا حتى أنت أو بدأ كم مغطي حتى بدا إلى كم مغطي بياض إبطيه لبدي سكل كل عدانته دي يعني قام كر قاضي نبي. نعم إلى كم مغطي بياض إبطيه لبدي سكل كل عدانته دي كم مغطي. ثم حول إلى الناس ظهره دتك مكر حق أوجيري دتك حقول أوجيري. ثم كبعد حول وحوجيري أما يعني أوعيي إلى الناس دتك حقودا ظهره لبركيس لبركو سجدي مرك. وقلب النبي وحو بدلي أو حول أما وحو بدلي سكمل وياني خداءه قويسي قويسي كور مصارنين واستمري ماشي خوصيسنا كور بالسمري. وهو إساقه رافع كرو قاضي نبيه يده إلا بديسة عمود. ثم كبعدي أقبل وحسو قابل نبيه على الناس ذاتك حقود ما كور نبرك وجيدي هدنا وكسو جيستويا. ثم أقبل وحو كسو جيستي على الناس ذاتك حقودي والنسل وسو الدقي منبركو صارناي. فصلى النبي واتو كذي رقعتين لبرق عضوت فأنشأ الله عز وجل صحابة فأنشأ الله الله سو أمامضي وصوب أروريي صوب بلابي عز الله قالب كهويناوي وجل وينابا وحو سو أمام مذي سو بلاب إسلام ركيبا صحابة ضرور. إنت نبي أخرنا أي إسلام ركي ضرور رأسي مويا. فرعدت وي أنكدي وبرقت وي هلاعضي. ثم كبعد أمطرت وي روبيسي بإذن الله تعالى. فلم يأتي النبي ما أنو إيمان مسجده مساجد كيسا حتى صالت إلى دريطي السيور دات كلاو دريري طاتك يا اسوس صعد بي صعنا الى اركاي نبي ومركو كي يمشو كدو عينيه وسوس صعدبا اسلام مركي ميل بوخا لا اركاي يعني داتك ودريريه بلا بي صعنا انتو مساجك امام ويا. فلما راى مركو نبي بو اركاي لي روبكو ددكو بنانكي جوغان مغالده كبخين ونبي قد دعينايو روبكو بلاام ددكو سو اردن مركو سو عرر قفل بو هوست كا غلا دربي كو غبناي مركا. فلما راى مركو نبي بو اركاي سرعتهم ددكو دغدغودا الى الكن ee u degdegay meel dugaal ah oo darbi iyo geed ay ka galaan roobka markuu nabigu arkay inay u degdegayaan meel ay ka gabadaan. falama raa markuu nabigu arkay suraatahum dadka degdegooda oo ilaalkin meel dugaal ah ee u ordayaan oo ay ka galaan roobka dhahika sallallahu alayhi wasallam nabigu waa qoslay hatta badat ila ay kam muqatay nawajiduhu ghostmetkiisa ila kam muqatay aad muqsalay ila ghostmetkiisa muqatay. فقال نبي بركوه يري أشهد وحن قرية أن الله على كل شيء قدير أن الله الله سبحانه وتعالى على كل شيء شيء كستبق قدير الله ينأوده. أشهد وحن قرية أن الله الله سبحانه وتعالى قدير الله ينأوده على كل شيء شيء دمانتس. وأني أنقنا وحن قرية وأني أنقنا عبد الله إله أدون كسينان هاي ورسوله رسول كسينان هاي. في الريح ضبي شويا انت حسن ان شاء الله كل جنينا درس قال لي حاضر بنك قادونا ان شاء الله تعالى درس تطبيقات بان لي هاي بنك قادونا في الريح. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم وجزاكم الله خير وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.